اهلا بيكم، ازي حضراتكم؟ انا ما كنتش بهزر، انا بتكلم بجد يعني. وانا صغير قبل ما الحق التطعيم راح جاي لي الاثنين مع بعض، الحصبه والجدري. الاثنين كان اسمه جدري المائي باين ولا ايه، مش فاكر يعني. المهم يعني جالي الاثنين مع بعض بقى، وكانت حاجه صعبه جدا. واظن اختي كمان جالها في نفس الاسبوع او حاجه زي كده، وكانت امي بقى يا عيني مسكينه جدا قاعده عماله تمرض فينا وتاكلنا وتدلعنا وتحكي لنا حواديت. امي دي ليها الجنه يعني. على كل ان شاء الله خير، جدا القرود ده ان شاء الله يعني مش هيحصل منه اللي حصل من الكورونا باذن الله سبحانه وتعالى، ويعدي كده بعيدا عن الكوكب مطرودا مدحورا مهزوما. قبل ما اروح بس على خبرنا الحالي، مهم قوي بس ان احنا نستوعب حاجه بعد اذنكم. يعني لما يبقى الدوله قاعده عماله بتشتغل بقوه بكامل مؤسساتها علشان خاطر الانتاج بشكل عام والانتاج الزراعي بشكل خاص وتوفير السلع بشكل عام واتفاقات مع السلاسل ومبادرات وما الى ذلك، اظن يتوجب في الحالة دي انه الاسعار تنضبط. طيب لما الاسعار ما تنضبطش، ده معناها حاجتين ملهمش تالت. الحاجة الأولى أنه بالتأكيد هناك جشع عند بعض التجار، مش هقولك عند كل التجار. الحاجة التانية مش عايز حد يزعل، السادة الأجلاء المحافظين مش واخدين بالهم من القصة دي. ما احنا من المسألة فيهاش زعل، هو الكلام ده النهاردة يعني هي المسألة متعلقة بأنه النهاردة وزير التنمية المحلية يقعد مع المحافظين فيتكلموا في مسألة الرقابة على الأسواق والتأكد من عدم الزيادات السعرية بأكتر مما هو، مش بقولك محدد، لكن أكتر من اللي معقول طبقا للوفرة. حلو كده؟ تمام. احنا بنتكلم في الكلام ده من امتى؟ من قبل رمضان. طيب في رمضان عرفنا نحكم السعر بسبب المبادرات، المبادرة بتاعت كلنا واحد، المبادرة إلى آخره، ماشي. طيب أرجع تاني بعد رمضان ألاقي الأسعار بتنط، وفي محافظات بعينها بقت مشهورة بأنه المحافظة دي مفيش حد عارف يسيطر عليها. ده معنى، أنا هنا مش بقول إن المحافظ هينزل يلف على محل، أنا قلت الكلام ده لو تتذكروا من 3-4 أسابيع، مش هينزل يلف على محل، لكن دخلة المحافظ على الشارع لها هيبتها، فكله بيلتزم. ومن غير ما نقول صباح الخير، ترك المحافظ موجود فجأة، لا بينا ولا علينا نلاقي المحافظ داخل محل ما، ماشي في شارع ما. طب هو المحافظ بس؟ لا، ما المحافظ ليه وكلاء وليه مساعدين وفي حاجة اسمها رئيس الحي، كل دول كل في نطاقه الإداري. إذا حصل كده ثق إن البياع النص نص، التاجر النص نص ده، لا مفيش نص نص، التاجر الجشع إياه اللي من بعضهم هيلتزم. من أمن العقوبة حصل له إيه؟ أساء الأدب. تيجي تقول يا عم يوسف أنت عايز تقول المحافظين كلهم مقصرين، ما أقدرش أقول لك كلهم مقصرين. وما أقدرش أوصفها بمسألة التقصير. أنا أقدر أستوعب جدا إنه في كم شغل غير طبيعي بيحصل، أنا فاهم وعارف إنه الأجندة اليومية مزدحمة ازدحام غير طبيعي، بس في مراحل كده بتاعت إيه؟ أنا مع المواطن لحظة بلحظة كده، عشان خاطر في حاجات ما فيهاش هزار. موضوع الأسعار في المرحلة اللي إحنا فيها ما فيهوش طرف، يعني ما فيش رفاهية التغاضي ومفيش رفاهية الأجندة المزدحمة. فإن كانت أجندة المحافظ مزدحمة فليكن وكلاء ومساعدين ونواب رؤساء أحياء إلخ إلخ إلخ. ليه؟ عشان دي مصلحتي أنا، مش أنا يوسف بقى، أنا المواطن. أنا المواطن اللي عاوز يحس، عايز، أنا عندي النية، أنا عايز أحس بالجهود المبذولة من الدولة، بس ما مش مديني فرصة. سيبك من السلاسل الكبيرة، مش ده اللي أنا محتاجه، دي سهلة خالص خالص، أسهل حاجة في الدنيا السيطرة على الأسعار في السلاسل الكبيرة. ومش دول اللي هيلعبوا في الأسعار بالمناسبة يعني، اللي بيلعب في الأسعار البقال اللي تحت بيتنا وبتاع الخضار اللي على أول الشارع والفكهاني اللي على الناصية، هو ده اللي بيلعب في الأسعار. طيب الحاجة التانية أعمل إيه؟ دخلت المحل لقيته بيبيع كذا بسعر مبالغ فيه،
مش عاوز تشتري انت حر، ما تشتريش هتلاقي حد تاني هتشتري منه. انت عندك حاجات كتير، في منافذ كتير، منافذ التموين، منافذ الجيش، منافذ الشرطه، الخ. بس بلغ عن ده، انت بتسيب حقك ليه؟ ما تسيبش حقك ولا حاجه. لنا في ذلك كلام. حلو، هنحط رقم على الهوا؟ طه بجد يبارك فيك ربنا. طه والله العظيم اهو، بص اهو رقم الخط الساخن الخاص بجهاز حمايه المستهلك. بالمناسبه الجهاز ده بيشتغل، بيشتغل وبالجامد. وانا حكيت لكم على مراد صديقي اللي من كام شهر كده راح اشترى كرتونه بيض، لقاها بسعر غريب جدا، اتخض يعني، اظن كان 103 وين ولا ايه. راح عامل ايه؟ مصور الريسيت بتاع السوبر ماركت. اه والله العظيم، وده بجد اللي حصل. وراح بعته على الرقم بتاع الواتساب بتاع جهاز حمايه المستهلك وكتب الشكوى بتاعته. تاني يوم لقى بتوع السوبر، هو يعني بيدرس في الجامعه، فاحنا طبعا يعني اصحابه لما نحب نظرة الدكتور مراد بتاع، فاستاذ مراد ايوه حضرتك كنت اشتريت مننا امبارح، حصل خطا في الحساب. ايه خطا الحساب؟ يعني ايه الخطا اللي بيطلع من الريسيت؟ الريسيت مكتوب فيه طبق بيض السعر كذا، حصل خطا بس مشكله كده، فاحنا بس هنبعت لحضرتك موجود في البيت او في حد ايوه فن هنبعت لك بس الفرق. وبعتوا له الفرق، قال يعني خطا، هنمشيها بمزاجنا انه حصل خطا، لكن الامانه انه جهاز حمايه المستهلك لسع المحل. يبقى لو انت كنت ايجابي بما فيه الكفايه، واحد المحل هيتلسع. تيجي تقول لي وانا مستفيد ايه من لسعه المحل؟ لا، هي فلوسك هترجع لك، لان لو ما رجعتش، ما هو الجهاز بيتابع، لو ما رجعتش المحل هيتلسع اكتر. طيب على كل، انا قلت واستغفر الله لي ولكم. تعالى بقى نروح على النهارده. مانشستر سيتي أصبح بطل الدوري الإنجليزي 2022، 3 أهداف في مرمى أستون فيلا. أظن كان 3-2 النتيجة، صح؟ 3-2. آه، محمد صلاح، مو صلاح ذلك اللاعب اللي زي أفضل، شوف بالفانيلا الحمراء دي كريزة الكرة العالمية والله العظيم. محمد صلاح يتصدر ما شاء الله ما شاء الله قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الكوري سون يونغ من ب 23 هدف، فكان التصدر لو صح التعبير مناصفة، إلا إنه محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي ب 13 هدف شارك في صناعته. معانا على التليفون كابتن إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي، تاني مرة نتكلم، تاني مرة أبقى سعيد وليا الشرف. إزيك يا كابتن؟ حبيبي يا كابتن، ازاي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاحوال؟ كله تمام؟ تمام، انا سعيد ان انا برضه شرف لينا مع حضرتك تاني مره. احنا متشرفين جدا قوي خالص. قول لي يا كابتن، اولا رايك ايه في المباراه النهارده بتاعت مانشستر سيتي واستون فيلا؟ والمباراه كانت حاميه، يعني حماوه غير طبيعيه، غير طبيعيه. وشفت بقى الجماهير وهم نازلين من المدرجات واحتفالات، وطلعوا قعدوا فوق العارضه، وحاجه عظمه يعني. ده 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 تراديشنال هنا في انجلترا، بيبقوا دايما الانجليز هنا بيعملوا يعني بينزلوا الملعب بعد المباراه، بتبقى في البلاي اوفز او لو ما بياخدوا تايتل او بيحصلوا على 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 بطوله، لازم يوصلوا للمتعه دي ان هم ينزلوا الملعب ويعملوا سيلبريشن مع اللعيبه ويبقوا بقى في قمه سعادتهم. ودي موجوده في انجلترا من زمان في كل اللي جاي. ايوه، يعني في ليج 1 وليج 2 في البريمير، اي ليج اي بطوله تلاقي الجماهير بتنزل وبيشاركوا مع اللعيبه، وده البوليس بيبقى واقف وبيبقى خلاص، يعني ده بتبقى خلاص بقى حاجه. بس انا خدت بالي بصراحه الجمهور طبعا غير ايام زمان خالص، الجمهور لطيف ظريف ونزل والحياه حلوه وقعدوا هيصوا وانبسطوا، وطلعت على الشاشات انه الرجاء ترك الملعب بقى خلاص عشان احنا هنبدا نفضي. خدت بالك من الشاشات مش كده؟ صح؟ اه بالظبط كده. وبعدين هم كمان الجماهير هنا يعني متجاوبه جدا، وطبعا هنا في يعني بروتوكول وفي سيستم معين وجديد، طبعا كاميرات موجوده في كل مكان، في نظام في سيستم، خلاص احنا نزلنا اتبسطنا، يلا بقى نفضي الملعب علشان نتبسط وناخد الجوائز ونعمل السيلبريشن. بتبقى طبعا كل حاجه متظبطه، موجوده في كل الاجازه يا مستر يوسف، يعني مش في البريمير ليج بس، لا في ليج 1 وفي البريمير ليج وفي شامبيون شيب وفي كل انواع ليج، احنا عندنا 11 ليج هنا يعني. التزام التزام
مفيش هزار. لا لا مفيش هزار. وبعدين النهارده لا 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 خالص. وبعدين الكاميرات موجوده في كل مكان والسكيورتي موجودين والمنظمين موجودين وعارفين ان كمان الجو حلو. واحنا طبعا موجودين دلوقتي في بدايه الصيف عندنا فاليوم طويل ولسه يعني النهارده الحد سان داي اوف. فهم منظمينها بالظبط علشان الناس كلها تتبسط. وانت النهارده كل الماتشات بتلعب ويهيص بالظبط. ال 10 ماتشات بتلعبوا في نفس التوقيت علشان الفرقه اللي هتنزل درجه ثانيه والنقط يعني مظبطينها تظبيط 10 على 10 يعني. 10 على 10. طيب صلاح بقى، صلاح جايزتين، يا واحده مناصفه وواحده بتاعته دلوقتي. هو اللي هو هو 13 اسيست. ايوه طبعا. انا بصراحه كنا احنا لما سون جاب جونين وعدى صلاح فانا ولادي قاعدين ندور على القنوات مش عايزين بتاع برضه ماتش توتنهام ان هو يجيب جون عشان صلاح ياخد الجولدن بوت صح يبقى هو الهداف. ولكن صلاح نزل ربنا اكرمه وجاب واحرز فخد فقلنا الحمد لله. ليفربول ما خدش البطوله ولكن صلاح خد الهداف وخد كمان ان هو الاكثر صناعه اللي هو الاسيست في البريمير ليج. كمان لسه في كمان بطوله يعني هيبقى في كمان جايزه اللي هي من جايزه اللعيبه بتاعه الدوري الانجليزي الكباتن هيعملوا فوتنج لاحسن لاعب وان شاء الله صلاح ياخدها باذن الله. تفتكر في مؤشرات على انه صلاح ممكن ياخدها ان شاء الله؟ باذن الله طبعا. هو النهارده بالارقام هو اعلى واحد في الدوري الانجليزي بالارقام. هو الهداف، هو اكثر اسيست، هو يعني حاجه اضافه كبيره جدا لليفربول والسنه دي والسنه اللي فاتت. يعني لما نبص على ثلاث اربع سنين اللي فاتوا لا صلاح ما شاء الله ماشي صح جدا وهيمضي وهيكمل عشان برضه جماهير اللي بتتفرج على حضرتك وبتسمعنا ان صلاح ان شاء الله يعني خلاص قاعد في ليفربول قاعد في ليفربول. لا 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 صلاح الكره الانجليزيه استاذ يوسف احسن دوري في العالم. هيروح فين؟ اسبانيا فرقتين ثلاثه، فرنسا فرقه ولا فرقتين. الدوري الانجليزي النهارده متعه 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 مشاهده. نظام كوره حكام فار يعني انت بتتكلم على كوكتيل. هو طبعا محمد لف وشاف وعارف ان هنا حتى كمان اسرته كمان مبسوطه هنا هو واولاده وزوجته قاعدين. الكره الانجليزيه يعني وبيحبوه في انجلترا كمان جدا بيحبوه في ليفربول فاكيد كل دوت يعني. والعتبه حلوه يعني العتبه جميله عتبه ليفربول جميله جدا. طب تفتكر انه لو حصل عرض ما مغري جدا لصلاح ممكن يقايس يفكر ولا؟ ما اعتقدش ان هو هيعمل الارقام دي والتاريخ ده كله في مكان تاني مش هيعمل. فهو هيكمل عشان يبقى ليجند يعني هيبقى اسطوره. هيبقى الاسطوره من ضمن الاساطير. وكمان هو بيقرب دلوقتي ان هو يتكسر يعني ويحطم ارقام كبيره بتاعت ناس بطلت. فهو بيوصل هو لو راح مكان تاني بكل الارقام اللي بيشتغل عليها دي مش هيكملها ولا هتقف. فلو مشى من ليفربول يبقى كده خلاص يبقى احنا كده وقفنا. ولكن صلاح عنده تارجت ان هو يكسر ويحقق. عايز اقول لك اللعيب هنا في انجلترا لو يوصل 30 سنه يوصل لقمه النضج وقمه الابداع. طبعا الجو هنا حلو، السيستم حلو، التدريبات يعني في كل حاجه موجوده في مكانها. فاللعيب هنا بيبدع وبيكمل ل 35 و36 يعني صلاح عنده 29 سنه ثلاث اربع سنين كمان بسم الله ما شاء الله. هتتفرج على التألق، هتتفرج كمان على النضج. خلاص وصل لمرحله النضج الاحترافي، عارف كل حته في انجلترا، عارف ازاي يقف، عارف ازاي يعمل كل، ومعاه كمان سيستم قوي جدا ويقدرك ليفربول يعني ويورجن كلوب واللعيبه. لا لا بصراحه منظومه قويه جدا وهم من احسن الانديه في العالم يعني مع مان سيتي. حاجة هتفرح. قصص النجاح بتاعت بلاد بره دي بتبقى كويسة قوي يعني لما نلاقي رجالتنا بره عاملين أسماء كبيرة. أشكرك جدا 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 كابتن، كل الشكر لكابتن إبراهيم هلهول المدرب المصري بالاتحاد الإنجليزي. لو خدت بالك من كلام كابتن إبراهيم هلهول الحسبة عند صلاح مش حسبة مين يدفع أكتر، هي حسبة تاريخي إيه وهوصل لفين، مش قصة أنا هاخد كام قد كده أهو. يعني بالمعنى البسيط كده شوف، في ناس تعمل حسبتين، حسبة بتاعت أنا عايز فلوس كتير دلوقتي لمجرد الفلوس، وفي ناس تحسب حسبة تانية، حسبة التقدير، يعني قدرني قدرني اديلي اللي حس أنك أنت إيه عارف قيمتي ومقدرني. بالمناسبة يمكن يبدو أن هناك فارق، لكن
كانت الست ام كلثوم كده يعني، لما بقى اسمها زي الطبل كده زي ما بيتقال زائعة الصيت خلاص هي دي ام كلثوم. ما كانتش الوحيدة على يعني ما كانتش المتربعة على عرش الغناء في وسط صاحبات الصوت بتاع التأنيث، وكان لسه في منافسات، لكن ام كلثوم خلاص رقم بقى. فام كلثوم كانت تطلب رقم في الفيلم زيها زي اي حد في الصف الاول. فلما حد يقول لها يقول لها هي بالفلوس، فتقول لا تقدير، انا مش اقل من دول. خد بالك هي المساله كده بقى عند صلاح. القصه فين؟ مش قصة أنا عايز فلوس كتير، ما ممكن يجي نادي ما، فممكن يطلع نادي مغمور يا عم ويعرضوا على صلاح قد اللي بياخده من ليفربول مرتين، مش هقول لك تلاتة، في حد ممكن يوافق؟ صلاح لا، صلاح عنده نظرة تانية شديدة الاختلاف، استراتيجيك يعني. على كل إن ربنا يوفقه، لأنه فعلا عامل نموذج أكتر من رائع تاني هقولها لك، مش بس في الكورة مش بس في الرياضة، هي طريقة ونسق التفكير والتطور اللي بيحصل مع صلاح طول الوقت، مش بس في لعبته ومهنته وحرفته، فيه هو شخصيا كمحمد صلاح. مكة إيه مكة؟ الهوى مطير شعرها في الهوى. تعالوا نروح بقى إيه لتقرير لطيف جدا. التقرير ده من تل بسطة، ده مهرجان تل بسطة، أول واحد يبقى أول دورة للموسيقى والغناء. تل بسطة فين؟ في الشرقية، من عند أشرف صاحبي. المهم الشرق ودول برضو يجننوا بصراحة يعني، ليه أكتر من صديق في الشرقية، أصدقاء أصدقاء أحبهم من قلبي يعني. طبعا جودة، عارف أن أنا هقول جودة طبعا مما لا شك فيه، النائب الفاضل أحمد عبد الجواد، وطبعا أشروفي المهم زميلي العزيز. تل بسطة أو مهرجان تل بسطة هو المهرجان في دورته الأولى للموسيقى والغناء. حلو. المهرجان بدأ بالفعل يوم 20. طيب هو بيستهدف إيه؟ بيستهدف تشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطن. خد بالك أغلبنا ما بنتعاملش مع الشرقية باعتبارها مركز سياحي ومركز حضاري خالص، احنا بنتعامل مع الشرقيه محافظه من ضمن محافظاتنا ال 27، اهالينا يعني واصحابنا وحبايبنا، وفيها مناطق ريفيه بديعه، وان الشرقوه طيبين وكرم. الشرقيه مليانه مليانه بالارث والموروث الحضاري بمنتهى الثراء، وده يمكن حاجه من ضمن اكتر الحاجات اللي عاملها او اللي مستهدفها المهرجان بتاع تل بسطه. وهنا بقى هتبدأ تشوف ازاي دور القوى الناعمة في تطوير المجتمع وفي خلق آليات جديدة لتطوير وتنمية المجتمع المحيط. شوفوا التقرير لأنه بجد هتتبسطوا. برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يعلو رايات التنوير خفاقة في ربوع مصر، فبالأمس القريب أضيء الجنوب بمهرجان دندرة في محافظة قنا ومهرجان أبيدوس في محافظة سوهاج، واليوم تتوجه بوصلة الإبداع إلى الشمال لتشرق في شمس مهرجان تل بسطة الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية. يعني إن شاء الله كل عام هنتقابل هنا في نفس التوقيت. هنشيل بلدنا على كتفنا، ولا حد يوم هيكتفنا، هنشيل بلدنا على كتفنا، ولا حد يوم هيكتفنا، ورينا مين هيخوفنا بقرب السماء. هو نهج في منتهى الأهمية، بيبين قد إيه التعاون المثمر ما بين الوزارات المختلفة مع وزارة الثقافة. بنتكلم على وزارة السياحة والآثار، بدأنا لعملية نشر الوعي الثقافي السياحي الأثري على مستوى الجمهورية. النهاردة في منطقة تل بسطة الشرقية، تل بسطة الاسم الجميل ده اللي جاي مشتق من كلمة باستة القطة،
هي منطقة أثرية في منتهى الأهمية، كانت هنا للمعبودة باسطة المعبودة القطة. اشتقنا لزمان أيام ما كان، هنا في المكان ده نقدر أمان، ومفيش بيبان مقفولة فينا، كنا بكلمتين نضعف لبيب وزعلنا يهدى. اشتقنا لزمان أيام ما كان، هنا في المكان ده نقدر أمان، ومفيش بيبان مقفولة. يأتي هذا المهرجان في إطار التلويج للحضارة المصرية بالمناطق الأثرية في محافظات الجمهورية وتشكيل الوعي الثقافي ومن ثم بناء الإنسان وربط تاريخه بحاضره ومستقبله وغرس مشاعر الولاء والانتماء للدولة المصرية العريقة وما تحمله من إنجازات على مر العصور في نفوس أبناء الوطن. وحشونا الحبايب والله، وعيون الحبايب والله، اي والله اي والله والله، وحشونا الحبايب والله وعيون أهلا أهلا أهلا. الأسعار الأسعار لازم تتظبط الأسعار. فخامة الرئيس وجه بضبط الأسعار، السيطرة تحديدا على الأسعار. وزير التنمية المحلية معالي الوزير اجتمع بالمحافظين لتنفيذ التوجيهات الرئاسية. معنا على التليفون سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله. في الاجتماع النهاردة اللي حصل مع معالي وزير التنمية المحلية، إيه اللي تم فيه وإيه الآلية اللي هيتبعها سيادة اللواء جمال في محافظته؟ هو طبعا زي ما حضرتك قلت كان ضبط المنظومة الأسعار والسيطرة عليها. الجزء ده جزء أساسي دلوقتي لتوجيهات الدولة حقيقة، بيبقى متوفر بالتنسيق مع كل جهات الدولة في إقامة منشآت أو مجمعات للسلع، وخصوصا الخضار والفاكهة واللحوم والطعام بصفة عامة، والسلع الرئيسية زي الزيت والسمنة والسكر وخلافه، حقيقة بالتنسيق مع وزارة التموين من إقامة مجمعات متعددة سواء منافذ ثابتة أو متحركة، سواء لدلتا ماركت أو لوزارة التموين ذاتها. أقمنا عدة منافذ مجمعة أيضا مع المنطقة العسكرية الشمالية. الحقيقة عندنا أكثر من منفذ في أكثر من مركز للمنطقة الشمالية، بتتيح للمواطن السلع اليومية الخاصة به بأسعار قد تصل إلى أقل من 30%. المنافذ دي ابتديناها فعليا في فترة رمضان واستمرت في الأعياد، واستمرت حاليا ببعض المناطق وبقت منافذ ثابتة. دي بتتيح للمواطن السلع وأيضا بسعر أفضل واجود والامداد اكثر استمرار. طيب ده اللي بدا يا فندم، ده اللي حضراتكم عملتوه بالفعل، لكن اللي جاي هيبقى ايه؟ اللي جاي ان احنا هنكتر المنافذ دي وهنخليها بالقرب من المستهلك، وخاصه نصل الى منافذ متحركه او ثابته، مش فقط في عواصم المراكز، لا في القرى، وخاصة الأماكن اللي بتبقى ليها امتدادات جغرافية أو على بعد كبير من عاصمة المركز. أيضا المواطن اتعود على تلك المواقع وابتدى فعليا يستوعب ويشتري طالما هي بتوفر له السلعة أجود وبسعر أرخص. طيب هو أنا متذكر كويس كلام الرئيس
في وقت زيارته لمشروع مستقبل مصر، واتكلم على انه في مدن داخل محافظاتنا بيبقى فيها اراضي في وسط الكتل السكانية، وانه عايزين نستغل هذه الاراضي الفضاء طالما انها ما عليهاش اي اشغال، في ان احنا نقدر نعمل بيها او نعمل فيها منافذ لبيع البضاعة، بحيث انه يبقى سعرها منضبط، حتى لو كانت هذه الاراضي مملوكة لمواطنين فهنبحث معهم امكانية استغلالها او ايجارها الى اخره، وانه ده بيبقى بشكل مؤقت الى ان تنقشع هذه الازمه. هل هنعمل ده برضه في كفر الشيخ يا فندم ولا لا؟ هو الحمد لله ان احنا فعليا التوجه ده اللي كان الدوله واخداه من ايام رمضان فعليا. بعض الاراضي سواء ملكيه اجهزه الدوله سواء محافظه او ولايات وزارات اخرى او ملكيه خاصه، بيتم التعاقد مع المواطن باستغلال مسطح الارض طالما المنطقه الجغرافيه دي محتاجه اقامه منطقة. صحيح. اذا ما كانش موجود اراضي فالحقيقه بيتم التوجه منافذ متحركه بحيث انها بتحدد لها جدول زمني واقفه في المنطقه دي بالتوقيت الفلاني المثالي في المنطقه الفلانيه، المواطن بيعتاد تلك المواقع وبيعتاد التوقيتات بتاعتها طالما معلنه. وبالتالي بنوفر له السلعه في اقرب منطقه جغرافيه لسكنه وبسعر واستمرار في العرض المستمر في تلك المواقع. طيب. الحقيقه المواقع دي شافت اقبال المواطن سواء رمضان او الاعياد ومستمر حتى الان، واحنا منتهجين القصه زي ما حضرتك بتقول كان من العيد للعيد، لكن باذن الله لو نجحت في بعض الاماكن هنخليها منافذ دائمه او شبه دائمه باذن الله. طب سياده المحافظ برضو في حضرتك عارف المساله بتاعت انه هناك بعض التجار للاسف الشديد يصيبهم الجشع، وانا كنت حتى بتكلم في اول حلقه قلت انه الامر ما بيسلمش، تلاقي الفكهاني اللي على اول الشارع بتاع الخضار اللي على الناصيه، البقال اللي تحت البيت وما الى ذلك، شيطانه بيوزه. احنا هتبقى اليه الرقابه على النوع ده من التجار ايه؟ وانا برضو كنت بقول المحافظين قد تكون اجندتهم مزدحمه بالعمل على مدار اليوم، لكن هناك النواب والمساعدين ورؤساء الاحياء وما الى ذلك. هل سوف يوجه سياده اللواء جمال نور الدين كل الاخ يوسف بيقولهم دول على المرور يعني او الضبط الى اخره؟ لا، هي برضو اوضح لحضرتك انها بقت اليه عمل دائمه دلوقتي. حلو. الاجهزه المكلفه برقابه الاسواق والاسعار واكتشاف اي تجاوز في اي سلع او نقص محتمل، الاجهزه دي ميزتها انها بتنزل على من ما بين صحه وطب بيطري وتموين وخلافه، انها اي سلعه مجهوله المنشا او منتهيه الصلاحيه او غير صالحه او فيها حجب لبعض السلع، الحجب يعني تم بالفعل ان يحجب السلع عشان يقدر يتلاعب في سعرها او خلافه، الحقيقه احنا بنعتمد على الرقابه الاجهزه التنفيذيه وايضا على الرقابه الشعبيه ان المواطنين احنا بنفتح لهم فرص لان هو يقدر يبلغنا باي مخالفه او اي تجاوز او اي حجب للسلعه عن طريق اجهزه التليفون في العمليات او اجهزه الموبايل او الانترنت، فبنتبلغ. والحقيقه نتائج الرقابه الشعبيه واضحه جدا، لان بناخد بعض المكالمات بتبقى جزء منها كيدي، لكن الاغلب الاعم بتبقى فعليا كاشفه لنقاط تقصير او نقاط الاستغلال لبعض التجار. انا ما اقدرش اقول ان كل التجار، لكن في جزء طبعا بيستغل بيستغل الوقت وبيستغل ان في سلع عليها اقبال ما او بيتم حجبها او استغلال بان في سلع بتنزل في الاسواق منتهيه الصلاحيه او خلافه.
كويس. لكن معلش انا بطول، لكن وارد اصل تبقى برضه حلوه يا فندم وبتبقى رادعه لما فجاه التاجر يلاقي قدامه سياده المحافظ، تاجر حاطط الحاجه وحاطط عليها سعر مش ولا بد. يعني انا هشبه لحضرتك لما مره الرئيس كان في الشارع وقف قدام مخبز وسال الراجل، كان شاب وقتها، قال له انت بتبيع الرغيف الحر بكام؟ قال له ب 50 قرش. قال له ازاي اذا كان هو تكلفته 65؟ فالشاب وقتها اتبرجل يعني بصراحه. فهي بتبقى لطيفه يا فندم، واحنا كمواطنين بنطمن. يعني انا النهارده لو من ابناء محافظه كفر الشيخ ابقى مطمن لما اعرف انه ده النهارده المحافظ نزل وشاف المحل ده والشارع ده والمنطقه دي ووجه بضروره عمل المحاضر اللازمه ليهم، كل على حسب الجهاز المعني بيه. بتبقى لطيفه ورادعه. هو فعليا في نظام العمل اليومي للسادة المحافظين التوجيه التواجد في الأسواق، وبيبقى زي ما حضرتك بتقول كده رسالة اطمئنان للمواطن طبعا ان السلع متوفرة وقيمتها تحت الرقابة ومفيش مبرر طالما السلعة اصلا جاية بسعر مقدر لها سعر، لان السلع بتبقى مشترى بفواتير صح. فالقيمة الربحية معتادة. لو هو فعليا في السلعة اللي اشتراها التاجر حصل فيها غلو وبالتالي يبقى مبرر ان يبقى فيه هامش ربح، لكن الاغلب العام هو منهج يومي للمحافظين ان لازم يبقى فيه مرور على ايه المنتجات الغذائية واماكن عرضها ومراقبة السلع والتداول اليومي ليها، وفي نفس التوقيت رسالة تحذير لكل تاجر هيخالف او هيحجب سلعه. الله ينور، صح 100%. انا بشكرك جدا سياده اللواء، كل الشكر سياده اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. تعالوا ننتقل ايضا من كفر الشيخ الى الفيوم، المحافظه الساحره. بالنسبه يا جماعه الفيوم دي كنز والله العظيم، ثلاثه كنز 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 في كل حاجه. الفيوم دي كنز في مزارعها والحاجات اللي بتتعمل، الانشطه اللي فيها، كنز فيها كسياحه، كنز للسياحه البيئيه، كنز جميل شكلها محافظه شكلها حلو. عارف يعني ايه محافظه شكلها حلو؟ فاكر كده لما انا رحت اسوان قلت لكم جميل اسوان، الفيوم كنز. دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ يوسف، اهلا بحضرتك. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله الحمد لله تمام. هنتكلم شويه، يمكن حضرتك استمعت اكيد لجزء من مكالمتنا مع سياده المحافظ محافظ اللي هو جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على مساله اليات السيطره على الاسعار في الاسواق داخل المحافظات. دكتور احمد الانصاري هيعمل ايه؟ والحمد لله، يعني خلينا برضو نبقى واقعيين، واللي حصل واللي احنا الدرس اللي اتعلمناه قبل بدايه رمضان طبعا مع موجه ارتفاع الاسعار اللي حصلت قبل رمضان والاليات اللي الدوله اخذتها بتوفير السلع وفتح المعارض المتنوعه في كل اماكن اللي موجوده في المحافظات في المراكز وفي القرى الكبيره والمنافذ المتحركه والثابته، اذا كانت من الغرفه التجاريه او من جهات تابعة للقوات المسلحه او من الشرطه، يعني كل هذه المبادرات، وفي برضو يعني مبادرات حزبيه برضو كانت موجوده، ده عمل احكام على المتاح من السلع، وقف اي ممارسات احتكاريه من بعض التجار، زائد عمل انخفاض للاسعار. والحمد لله من بدايه شهر رمضان حتى اليوم اللي احنا بنتكلم فيه ما زال في سيطره واحكام على هذه الاسعار لكل السلع الرئيسيه اللي موجوده في المحافظه. يهمني كمحافظ ان يبقى في توافر للسلع، جوده سلع، وما يبقاش في شكوى ما يتمش التعامل معاها. ده فعلا يعني اللي احنا الاليه اللي احنا شغالين بيها او المنهج اللي احنا شغالين بيه. مع استمرار وجود المنافذ لغايه نهايه العام زي ما فخامه السيد الرئيس وجه، واتفقنا مع الغرفه التجاريه ان احنا هنوفر لهم اماكن ثابته بمنشات خفيفه في الاراضي الغير مستغله. وتم تنسيقها مع رؤساء المدن، احنا عندنا 6 مدن او 6 مراكز، هنعمل من 8 لـ9 شوادر طبعا على حسب حجم المراكز وعلى حسب الكتله السكانيه المخدومه. من ضمن الحاجات اللي احنا لاحظناها هذه المعارض وهذه المنافذ اللي اتفتحت في خلال شهر رمضان ولغايه النهارده عملت هدوء في الاسعار حتى في الاماكن اللي بره المنافذ دي. يعني بقى التاجر اللي عنده بقاله او سوبر ماركت او سلاسل من السلاسل دي
هو شايف المعرض اللي جنبه بيبيع بسعر اقل، يعني اقل منه، فاضطر يخفض اسعاره لان الناس بقت بتروح تجيب البضاعه نفس هي اللي موجوده عنده بسعر مخفض، فاضطر يخفض. زائد ان احنا برضو كثفنا حملات تموينيه بطول شهر رمضان، وما زالت الحملات موجوده لغايه دلوقتي، وفي يعني عدد من يعني الاجراءات اللي كانت واضعه فعلا مع اللي حاول يتلاعب اسعار او يخفي البضاعه. حاليا الحمد لله كل السلع متاحه، بيتم المرور اليومي على الاسواق. يعني انا على مدار شهر رمضان كان في جولات في قلب الاسواق وسط المواطنين بنتاكد من الخضار والفاكهه والسلع الرئيسيه، الرز والمكرونه والسكر، كل الحاجات والدقيق اللي الناس كانت تحتاجه في خلال شهر رمضان متوفره وبالاسعار المخفضه اللي كانت موجوده وما زالت موجوده في المغرب. ايوه هي الاسعار المخفضه دي. طب انا استاذن حضرتك يا دكتور، انا كمواطن يعني بروح اعمل حاجه لطيفه اللي هي ايه؟ دلوقتي التاجر او بعض التجار اللي عندهم الجشع كده مالي القلوب، قفصه الصدري منتفخ بالجشع، اللي بيحصل الاتي، هو بينتظر لحد مواعيد الاغلاق بتاعه المنافس، سواء كانت بقى منافس وزاره التموين، شركه المجمعات الاستهلاكيه، وطنيه، امان، بيستنى بس الميعاد بتاع الاغلاق فليكن 9 10 بالليل مثلا يعني، ويبدا بقى، ما هو في واحد اخويا العزيز اللي بيشتغل فبياخد بعضه، ممكن يكون مخلص شغله بالليل فمعدي هو في السكه، فهيروح يشتري شويه بقاله من على الناصيه، فيلاقي السعر فجاه نط. ليه؟ لانه هو عارف انه بتوع وطنيه قفلوا دلوقتي، ده بتاع امان قفل، ده المجمعات قفلت، فعايز تشتري اشتري، او طريقه الشراء اللي هي بالتليفون ولا الابلكيشن والاوردر والكلام ده، فيروح جاي ومديله البضاعه هي اغلى. اغلى ليه؟ استنى بقى لبكره لما يبقى المنفذ يفتح. طيب يعني فدي محتاجه ساعات كده المواطن بقى عنده وعي كافي انه يقدر يتواصل مع ادارات المحافظه المعنيه اذا كانت اداره التموين. يعني احنا منشطين الاجهزه الاتيه، المحافظه كغرفه عمليات تخص المحافظه بارقام معلنه لكل المواطنين، التموين، مديريه التموين، هيئه سلامه الغذاء، جهات حمايه المستهلك، الطب البيطري ومديريه الصحه، كل دول ادوات رصد ميدانيه لكل الاسعار اللي بتحصل. المواطن ما عادش بيسكت، يعني المواطن لما بيلاقي في ارتفاع في السعر حتى في اللحوم عند الجزارين عند ايا كان السلعه، يعني ما يعني ساعات بيقول لك اللحوم دي مش ده الناس المرفهه اللي بتجيب اللحوم، لا برضه حتى الاسعار المغالى فيها، يعني اجتمعنا مع التجار وبننزل عليهم حملات تموينيه وتفتيشيه. نفس الكلام برضه المحلات السوبر ماركت او اللي حد بيحاول يغلي في السعر هتلاقي الشكوى واصله على التليفون في ثواني، هتلاقي في فريق من اي جهه من الجهات دي نازل على المكان ده، انت ليه بتبيع سعر اغلى؟ اديني بقى يعني نبتدي نراجع بقى. وطبعا يعني بقى فيها يعني اجراءات رادعه وسخيفه. واحنا قعدنا مع التجار، التجار الجمله الكبار اللي موجودين في المحافظه، اصحاب السلاسل التجاريه وتجار التجزئه. يعني غير مسموح، يعني قلنا لهم كده غير مسموح بالمغالاه في اي شيء. وقعدنا مع تجار الخضار والفاكهه، مع الجزارين، كل الفئات. حلو. بتقدم سلع للمواطن، يعني انا بقعد معاهم شخصيا بشكل دوري. حلو. يا جماعه ايه اللي جاي؟ متوقع ايه؟ يعني مثلا محافظه الفيوم مشهوره جدا بزراعه الطماطم. بس هي بتزرع في وقت معين، في وقت بتجيب الطماطم من بره. فيقولوا ايه مثلا الفتره اللي جايه احتمال يبقى في ارتفاع نسبي في السعر، بس هتزيد كذا وهنرجع لما الوفره تزيد. كان مثلا كان محافظه الاسماعيليه كان بيجي لنا منها توريد كتير، لما كان في نقص في منتصف رمضان ارتفعت الطماطم شويه ما كملش 48 ساعه ورجع انخفض تاني. فدي حاجات احنا رصدناها بشكل دقيق جدا، لان برضو احنا العالم كله في حركه اقتصاديه استثنائيه، فلازم في يقظه مننا كلنا وفي مسؤوليه علينا كلنا، على الدوله وعلى التجار وعلى المواطن. المواطن برضو ما يشتريش كميات ازيد من اللازم، لان هو كده بيطمع التاجر. يعني كلنا علينا هذه المسؤوليه، صح، نشتري بشكل اقتصادي ويبقى في رقابه، يعني احكام رقابه هيساعد ان احنا نحافظ على عدم استغلال هذه الفرصه في زياده معدلات التضخم اللي موجوده. طبعا طبعا مفيش حاجه بنعدي منها باقل خسائر ممكنه، لكن هي ازمه عالميه طاحنه، هي ازمه عالميه طاحنه. صح صح. انا بشكرك جدا. لازم عارفين ان هي مش حاجه سهله يعني. لا لا مساله ما هيش سهله خالص خالص بالضبط. يعني بالضبط. خالص خالص. انا بشكرك يا دكتور، الى ان نلتقي قريبا، عندي ملفات كتير احب ان احنا نتشرف بمقابلتك في البرنامج ونناقشها معاك. كل الشكر ليك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم. تعال نروح لخبر تاني.
صناعة تكنولوجيا المعلومات هي واحدة من أهم الصناعات إن لم تكن من أهمها على الإطلاق في المستقبل الاقتصادي الحديث. المستقبل الاقتصادي الحديث الجديد المتطور عبارة عن صناعة المعلومات. من الآخر كده المسألة كلها متعلقة بده، بالمخ. يعني فلان الفلاني ولا المجموعة الإعلانية اللي عملت الجيم اللي مش عارف إيه لعبة، عملوا إيه؟ عندهم علم، بفكروا فعملوا حاجة. الحاجة دي تدخل أظن تمنها دلوقتي وصل لحوالي 4 مليار دولار. إيه ده؟ كل ده إيه؟ مخ. عندنا وزارة مهمة جدا اسمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعاملة أكتر من حاجة رائعة جدا، ومنها منحة، يعني شوف أنا بقول أهو قبل ما دكتور عمرو يقول، منحة كانت رائعة جدا ولا زالت موجودة للدراسة في أكتر من مجال، وتبدأ من سنة وصولا إلى 6 سنوات وتاخد شهادة معتمدة، وعم مراعيين، وبالمناسبة من أول أظن أولى ثانوي لو أنت طالع، يعني مش لازم تكون دخلت الجامعة أو اتخرجت إطلاقا، وهتاخد شهادتك المعتمدة، والدراسة بتاعتها معمولة بطريقة بحيث أنها تراعي جدا فترة العام الدراسي، وتساعدك جدا في فترة الصيف أن أنت تستغل وقتك في أنك أنت تتعلم شيء مفيد. تلاقي أنه الوزارة، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتفتتح أعمال الدورة الرابعة لقمة مستقبل صناعة مراكز البيانات العملاقة. يعني إيه الكلام ده يا عم يوسف؟ هنا نعود مرة تانية إلى معالي الوزير دكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا أهلا يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك واشكرك على الاضافه الكريمه وهذه المقدمه الرائعه. يعني اذا سمحت لي اعلق على أرجوك. ما تفضلت. ده احنا اللي شكرا، ده احنا اللي شكرا. اولا تفضل يا فندم. اذا سمحت لي يعني اعلق على يعني مبادره اجبال مصر الرقميه. أيوة. اللي يعني اطلقت الاسبوع الماضي، لانها الحقيقه في يعني في منتهى الاهميه. احنا فندم كنا من سنه اطلقنا مجموعه من المبادرات، كان من ضمنها مبادره بنات مصر الرقميه. مبادره بنات مصر الرقميه كانت بتستهدف المتفوقين من خريجي كليات يعني ذات الصله بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. النهارده بنعمل مبادره تعتبر استكمال لهذه المبادره، سميناها اجبال مصر الرقميه. هنا بقى بنستهدف ابنائنا من اولى اعدادي. من اولى اعدادي يا فندم، من ثانيه ثانوي. فهمي المتواضع وصلني الاولى ثانوي بدل اولى اعدادي. بس انا قريتها والله كويس، انا عجبتني قوي قوي. يعني احنا يا فندم بنستهدف الطلبه المتفوقين في ما يختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اولى اعدادي، عاملين برنامج تدريبي يصل الى 5 سنوات. الأول مرحلة تأسيسية بنقوي الطلبة يعني نعمق فهمهم لمختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد كده بيبقى في سنتين ياخد 4 تخصصات بشكل متوازي عشان يحدد هو ميوله إيه وتفوقه أكتر في إيه وملكاته في إيه. التخصصات دي زي البرمجة، زي الذكاء الاصطناعي، زي علوم الروبوتات، زي الفنون الرقمية وغيرها، وأمن المعلومات. وأمن المعلومات طبعا. وبعدين آخر سنتين بقى يتخصص في حاجة من الأربعة. الهدف أن أنا الأول مرحلة تأسيسية أقويه ودعمه، وبعدين مرحلة أعرضه فيها لتخصصات كتير علشان يعرف ميوله ويعرف هو بيحب إيه ويعرف هو يعني نفسه يتخصص في إيه، وبعدين آخر سنتين يتخصص بقى في فرع من الفروع اللي هو يعني اثبت ميله له. طبعا البرنامج راعى انه دول طلبه في مرحله دراسيه، لابد انه الجرعه التدريبيه تتلائم مع يعني اعبائهم الدراسيه اللي بيقوموا بيها عشان يواصلوا دراستهم كطلبه متفوقين ملتزمين في مختلف مراحل التعليم المدرسي. أظن التعليم يعني جزء منه كبير قوي اونلاين علشان يبقى سهل على ان انا استهدف طلبه من مختلف انحاء الجمهوريه.
وانتقي الطلبة المتفوقين، وبعد كده يبقى في مرة او مرتين في الشهر يعني ندعوهم لمراكز التدريب علشان يبقى في تواصل ويبقى في تدريب، لان جزء من التدريب مش بس تقني على يعني برمجة وذكاء اصطناعي وامن سيبراني وغير، ولكن ايضا في تدريب على الملكات الشخصية زي العمل الجمعي، زي ادارة الوقت، زي ادارة المشروعات، فقه الاولويات الى اخره. فده يتطلب في كثير من الأحيان يعني لقاء مباشر مع طبعاً. فده الحقيقة مجمل المبادرة، يعني طبعا يعني من يهم هذا الأمر موجود على موقع الوزارة يعني تفاصيل كثيرة عنه بما فيها إمكانية الالتحاق فيه وكيفية الالتحاق فيه، كلها بتتم أونلاين عشان نسهل على أبنائنا وبناتنا الطلبة المتفوقين. وفي حالة القبول هي بلا مصاريف، منحة بالكامل يا فندم. طيب أنا لو أنا فهمي مظبوط، عشان أطلع أن فهمي متواضع جدا، أنه اللي كمان الكل من الممكن أن يتقدم، سواء إذا كان من التعليم المصري التقليدي العادي، يطلع من التعليم باللغات، تعليم بريطاني، ألماني، فرنساوي إلى آخره، صح كده؟ صح كده بالضبط. طيب وهل بقى لو أنا فهمت صح، أنه مثلا لو فلان الفلاني في نظام التعليم الفرنسي أو اللي هو الباك، ولا فلان الفلاني في نظام التعليم الألماني، لما هيجي الولد أو البنت يتقبلوا مثلا إذا افترضنا وحظهم طلع جيد، هيتعلموا بقى باللغة اللي هم بياخدوها في المدرسة، ولا هيتعلموا بأنهي لغة؟ هو طبعا زي ما حضرتك عارف يعني لغة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الغالبة هي اللغة الإنجليزية. فاحنا بنعلم الولاد طبعا، القاء المدرس اللي بيلقي المحاضره هيبقى بيتكلم باللغه العربيه عشان يسهل على الـ يعني الكل. الطلبه متابعته بسهوله، وهيستخدم مصطلحات باللغه الانجليزيه اللي هي اللغه السائده في صناعه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم كله يعني. عظيم جدا. طيب كده هنتقل بقى لموضوعنا بتاع النهارده، مستقبل صناعه مراكز البيانات العملاقة. تمام. الحقيقة ده موضوع في منتهى الأهمية، ويعني بدأت دول كثيرة جدا تتبارى في مجال استضافة مراكز البيانات في بلدها، لأنه ده يعني يعتبر نوع من الاستثمار. احنا الحقيقة في مصر لدينا ميزة يعني في منتهى الأهمية، هي الموقع الجغرافي اللي ربنا حبى مصر بيه، وده زي ما بيتجلى في مثلا مرور السفن ونقل البضائع من خلال قناة السويس، يتجلى أيضا في نقل البيانات، لأنه البيانات بتنقل من الشرق إلى الغرب من خلال كوابل بحرية تأتي من الشرق ثم يعني تنتهي فيما نسميه محطات إنزال على ساحل البحر الأحمر، ثم تنقل من خلال شبكة داخل جمهورية مصر العربية إلى محطات إنزال أخرى على شاطئ البحر المتوسط. حلو. ثم كابلات دولية أخرى تنقلها من على شاطئ البحر المتوسط إلى أوروبا. الـ الـ يعني كون مصر ممر للبيانات ده يعني زي ما قلت لأنه ربنا حباها بهذا الموقع الجغرافي الفريد المتميز. النهاردة أول حاجة عايزين نعملها إنه نتأكد من إننا قادرين على إن إحنا نستمر في تقديم هذه الخدمة الحيوية لكافة الدول ومراكز البيانات التي تتبادل البيانات بين الشرق والغرب من خلال هذه المنظومة. أكثر من 90% من البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تنقل من خلال البنية المعلوماتية المصرية، فكان لابد ان احنا ندعم هذه البنية ونقويها. كان لدينا 6 محطات انزال اللي هي زي ما قلت على البحرين الساحلين الأحمر والمتوسط، زيدت هذه المحطات الى 10 محطات في عام واحد. عظيم جدا. طيب هنا دكتور اسال، هل خليني اكمل حته اتفضل يا فندم، اتفضل ارجوك اتفضل. المسارات ايضا اللي احنا عندنا بقى مسارات بتنقل البيانات ما بين محطات الانزال اللي على البحر الاحمر الى البحر المتوسط يعني ذهابا وايابا، المسارات دي زودناها 10 مسارات جديده.
عشان نضمن لو حصل لا قدر الله انقطاع او عطل في اي مسار لا تؤثر على الخدمه اللي احنا بنقدمها للدول الصديقه المجاوره لنا التي يعني تنقل بياناتها من خلال هذه البنيه. من ضمنها فندم طريق موازي لقناه السويس يسمى طريق المرشدين، ده يعني كل من هو متخصص في هذه الصناعه يعلم ان طريق المرشدين يسموه الممر الذهبي للبيانات على مستوى العالم لانه اكثر طريق طبعا ما بين البحرين، فكان انجاز حقيقه يعني انجاز كبير ان احنا نعمل هذا المسار ما بين البحرين من خلال طريق موازي لقناه السويس اللي هو طريق المرشدين. فتدعيم البنية المعلوماتية المصرية من خلال تقريبا مضاعفة محطات الإنزال ومضاعفة المسارات الأرضية اللي تنقل البيانات كان في منتهى الأهمية لكي تحافظ مصر على يعني موقعها الاستراتيجي في نقل البيانات. الخطوة الجاية بقى فندم ان احنا بدل ما البيانات تمر فقط من خلال مصر، طبعا احنا بنتقاضى رسوم على هذا المرور، ايضا توطن البيانات في مصر، بمعنى نستضيف هذه البيانات في مصر ونتيحها للدول الصديقة المجاورة لنا. ده كان السؤال بصراحة لما قطعت حضرتك، ده كان السؤال انه البيانات عندنا بتعدي لو صح التعبير وان كان ما هوش الدقيق هي معدية ترانزيت، فكنت هسأل وامتى هتبقى البيانات دي هنا، يبقى في عندنا السيرفرز العظيمة العملاقة اللي بنسمع عنها تبقى عندنا في مصر. انا عارف ان في دول اخرى في المنطقة بصرف النظر عندها مراكز ضخمة جدا، فكنت دايما كنت لسه هسأل عليه، هل هيبقى في عندنا مراكز زي كده في مصر ولا لا؟ حضرتك اجبتني فورا ان شاء الله باذن الله. بس احنا اللي كان الاول ان احنا ندعم البنية التحتية الخاصة بنقل البيانات لان هو ده قوتنا الاستراتيجية وهو ده ما يعني نعتمد عليه في جذب مراكز البيانات الى مصر باذن الله. دكتور عمرو انا اشكرك جدا 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 مش بس على المكالمة ولكن على الجهد الرائع اللي معمول في الوزارة بصراحة حقيقي، يعني كل الشكر لدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اللي بيحصل في مصر هو حالة من حالات، وصدقني دون مبالغة هو في تناغم، يعني لما بنيجي نتكلم على انه الاقتصاد المصري لازم يبقى واحد من اهم الاقتصادات اللي موجودة في العالم مش بس توب 20، احنا نتمنى ان احنا نبقى من الجي 7 في يوم من الايام او السبع الكبار في وقت من الاوقات، وانا اظنه قريب حتى في ظل الكورونا اللي حصلت والحرب الدائرة هي بإذن الله سبحانه وتعالى جاية جاية. فكرة التناغم علشان تقدر توصل لده لازم يكون في عندك كمان منظومة تشريعية تتفق مع حلمك الكبير جدا انك انت تبقى واحد من ضمن السبعة الكبار على مستوى العالم. فتلاقي ان النهاردة مجلس النواب بيوافق على تعديلات على قانون غسل الأموال. معنا على التليفون صديق وأخ كبير ده مما لا شك فيه، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سيادة النائب مصطفى سالم. أهلا 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 وسهلا بحضرتك يا أستاذ يوسف صديقي العزيز. حبيبي حبيبي يا أستاذ مصطفى ربنا يخليك يا رب. معالي النائب، إحنا كنا عايزين نعرف إيه هي طبيعة التعديلات ولو حتى بإيجاز، بس طبعا أنت يعني المسألة بالنسبة لك سهلة في الإسهاب وسهلة في الإيجاز. لا انا هاخد حقي يا استاذ يوسف، طبعا انت اديت الحكومه حقها في المداخلات فانا هاخد حق السلطه التشريعيه. ندي بقى السلطه التشريعيه حقها تلت ومتلت، احنا نقدر. يعني دعنا يا استاذ يوسف يعني نتحدث في الاول عن مفهوم مبسط لجريمه غسيل الاموال. يعني نحتاج في البدايه شرح مبسط. هذه الجريمه ليس المستهدف بها فقط الاموال الناتجه عن تجاره الاثار والمخدرات والسلاح أو تجارة البشر، ولا المقصود بها فقط الأموال التي يتم إنفاقها على تمويل الإرهاب، ولكن الآن وحسب المعايير الدولية أصبحت أعم وأشمل، فهي تشمل كل ما تم الحصول عليه من معاملات غير شرعية أو مال تم الحصول عليها حتى من معاملات شرعية لكن لم يتم الكشف عنه بدقة وشفافية للمختصين بتحصيل حق الدولة فيه. في كلا الحالتين يعني يريد صاحب المال إدماجه في القنوات الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية سواء في صورة حسابات وودائع بنكية عقارات أصول منقولة أو استخدامه نقدا في المجتمع
والذي يعني ما زال المجتمع لدينا يتعامل بمعاملات نقدية كبيرة على أوسع نطاق بخلاف الاتجاه العالمي للحد من المعاملات النقدية. لو طبقنا هذا التعريف صديقي العزيز بشكل دقيق فإننا ببساطة سنجد أنه ينطبق أيضا على ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي والذي تقدره الحكومة المصرية بحوالي 45% من الاقتصاد المصري. هل يعقل يا أستاذ يوسف أن من يملكون نصف حجم اقتصادنا لا يدفعون ضرائب قد تصل إلى حوالي تريليون جنيه سنويا وليسوا مسجلين في أي سجلات ولا يمكن إضافتهم للناتج القومي؟ السبب في ذلك أن أموالهم وأرباحهم من معاملات تلك الغير مرصودة والغير مسجلة ويسهل عليهم إيداعها في الجهاز المصرفي بأوراق عرفية. يعني أنت النهاردة لو رحت تودع في بنك هيقول لك ده مصدر فلوسك إيه، هتقول له إن أنا بايع مثلا عقار هيقول لك هات لي المستند، هتعمل أي مستند عرفي وتقدمه للبنك اللي هي العقود الابتدائية يعني. بالضبط. كذلك يسهل عليهم شراء كافة أنواع الأصول الثابتة والمنقولة، وده بيمثل أكبر مجال لغسيل الأموال مبالغ تصل يعني قد تصل لتريليونات سنويا. كلنا طبعا عايشين الأيام دي يا أستاذ يوسف ظاهرة المستريحين وشايفين الأموال الضخمة اللي بيتم تداولها بيعا وشراء بعيد عن رقابة الدولة بعيد عن حماية المواطنين ولا يدفعون عليها مليما واحدا للدولة. أيضا نشاهد يعني ظهور بعض الشخصيات كانت من أصحاب الدخول يعني الأوضاع المالية المتوسطة أو البسيطة وفجأة يعني أصبحت لديهم ملايين مئات الملايين مليارات. يعني لابد أن يسألهم الجهاز المصرفي عن تداول هذه الأموال، يعني غرف التحقيق يتمهم يقوموا بتقديم إقرارات ضريبية سنوية بمعرفتهم وبخط يدهم يحددون فيه حجم معاملاتهم وحجم أرباحهم، نطابق هذه الإقرارات وهذا الفائض السنوي مع حجم ثرواتهم للتحقق من مشروعيتها. هذه الأموال المشبوهة إذا تم غسيلها يعني بتصبح أداة مدمرة للمجتمع، بتفسد المنافسة الاقتصادية العادلة والشريفة وبتؤدي أيضا لهروب المستثمرين. هذه الأموال تفسد علينا أيضا المنافسة العادلة في كل المجالات، في الاقتصاد، في الرياضة، في التجارة، تغذي المال السياسي أحيانا ليسوء للديمقراطية. يعني علينا يا أستاذ يوسف يعني إحنا النهاردة كانت خطوة مهمة وأنا تحدثت في المجلس وقلت إن أنا سعيد بهذه التعديلات، لكن هسعد أكتر لو يعني توسع وشمل مواد أكتر. يعني لازم يكون القانون أكثر صرامة في مواجهة غسيل الأموال. إحنا نجحنا في طب ما هو ده سؤال برضو يا سيادة النائب، عايزها تتوسع أكتر لتشمل إيه على سبيل المثال؟ أستاذ يوسف يعني زي ما تحدثت يعني إن في رؤوس أموال لا تتناسب مع حجم الأعمال، لا تتناسب مع الإقرارات الضريبية وحجم الأعمال المشروعة الموجودة. لابد من مساءلة هذه رؤوس الأموال دي والتحقق من ثرواتهم. يعني إحنا بنتكلم إحنا طوقنا التمويل الإرهاب ونجحنا جدا في مكافحة تمويل الإرهاب، وده على فكرة اللي خلانا في مركز متقدم بين دول العالم. يعني التقرير بتاع مكافحة المنظمة الدولية لمكافحة غسيل الأموال وكان في تقرير بيطلع عن كل الدول ومصر عضو في هذه المنظمة. يعني تقدمنا بسبب نجاح الدولة المصرية في تطويق ومكافحة تمويل الإرهاب. علينا أن نسعى أكثر، أن نتقدم أكثر في مكافحة غسيل الأموال. لابد أن يعني هناك 40 معيار دولي مرصودين ل يعني الحكم على مكافحة غسيل الأموال. لابد أن يعني ندرس ما جاء في التقرير، نتوسع في التعديلات التشريعية. أنا بناشد كل الجهات المعنية يا أستاذ يوسف من خلال يعني منصتك الكريمة، المجلس النواب، مجلس الوزراء، البنك المركزي، كل الخبراء والمتخصصين عليهم أن يستعينوا بتقارير منظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويطلعوا على المعايير لقياس مدى سلامة القوانين وإجراءات تداول الأموال ويدرسوا التقرير الذي كتب عن مصر والأخذ بما جاء به في إجراء تعديلات تشريعية أخرى ونتوسع أكثر في التشريعات. طيب ليه يا سيادة النائب؟ يعني مش مطلوب إن احنا نعيد اختراع العجلة من جديد، ولكن علينا أن ندرك يا أستاذ يوسف حجم المشكلة
وعلينا أن نستفيد من التجارب الدولية في إعادة هيكلة وصياغة القوانين المنظمة لتداول الأموال في مصر، سواء كانت ناجية عن معاملات لأفراد أو أشخاص اعتباريين أو هيئات ومنظمات. طب وليه ما توسعتوش في التعديلات أكتر من كده؟ يعني إيه الحائل؟ الحكومة تقدمت، يعني الحكومة تقدمت بمشروع قانون بتعديلات على القوانين السابقة. أول قانون صدر في هذا الشأن سنة 2002، وتابعوا عدة قوانين، يعني كان من أهمها اللي أنا شايفه اللي صدر في 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب. يعني أنا النهاردة لما تحدثت وزملاء كثير خطبنا الحكومة أن هي تتوسع أكتر في عملية التعديلات. كان النهاردة في تعديل مهم جدا وحصل عليه نقاش ما بين الحكومة وبين بعض الزملاء، وهو الخاص بالفقرة الثانية من المادة الثانية اللي بتتحدث أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع طالما توفرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل والخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر. أنا شايف أن ده يعني تعديل مهم جدا، وكان من أهم الأهداف في فلسفة القانون، لأني سد يعني أو قفل ثغرة قانونية كانت موجودة، ثغرة تشريعية في القانون السابق. وتحدث السيد رئيس المجلس عن مدى قانونية ودستورية يعني هذه الفقرة، أيضا المادة الخاصة بتشكيل وحدة لمجلس أمناء في البنك المركزي برأسه خبرة قضائية، وبيكون نواب يعني أعضاء في النائب العام ونائب محافظ البنك المركزي ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس هيئة مستشارين مجلس الوزراء وممثل اتحاد البنوك وخبير في الشؤون الاقتصادية ويعين مدير تنفيذ لهذه الوحدة. أنا شايف أن دي خطوة مهمة، التعديلات اللي حصلت النهاردة خطوة مهمة، لكن علينا أن نتبعها بخطوات أخرى يعني، ونتوسع في التعديلات لنصل إلى المعايير الدولية. ده ينطبق ويعني يتماشى مع الجمهورية الجديدة ومفهوم الجمهورية الجديدة لمصر، أن إحنا نصل إلى العالمية وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بشؤوننا داخل المجتمع المصري. أظن كده السلطة التشريعية والرقابية خدت حقها تلت وامتلت ولا إيه؟ أشكرك جدا سيادة النائب، أشكرك جدا سيادة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وزي ما بقول لكم هي المسألة فيها فعلا تناغم. خلونا نروح للفاصل، وبعد الفاصل في عندنا توجيهات من الرئيس بالسيطرة على الأسعار، واحد توفير السلع، اتنين طيب احنا عندنا لقاء مع الجهاز اللي بيحمي حضرتك واللي بيحمي شخص المتواضع اللي هو ايه؟ جهاز حماية المستهلك اللي احنا لسه حاطين رقمه في اول الحلقة، وقلنا اول حاجة في فاعلية جهاز حماية المستهلك هو المستهلك نفسه لما يشتكي. المهندس ايمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك ينورنا على او في على هذه المائدة غير المستديرة في الموقع ده، انا عارف هو يحب الحته الناحيه دي ما بيحبش الناحيه دي، هينورنا بعد الفاصل. الرقم استنى يا نديم لما نلبس النضاره يا ولدي، استنى ايوه 19588. شوف النضاره دي اختراع، عارف مين اللي اخترع النضاره؟ ابن الهيثم. اللي يقول لك حد تاني قول له انت مش عارف اي حاجه. فاصل ونكمل الكلام. المستهلك، عزيزي المستهلك وأنا كمان مستهلك وكلنا مستهلكين، حتى المهندس أيمن حسام الدين بالتأكيد هو أيضا مستهلك رغم أنه هو رئيس جهاز حماية المستهلك. فأنا دايما أقول إيه؟ فاعلية الجهاز ناتجة ناجمة عن أنه حضرتك تشتكي لو في شيء ما. خلونا نرحب وبشدة بالمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، منورنا جدا كما جرت العادة. أشكرك و يعني تحياتي لحضرتك وللفريق العمل المحترم، وطبعا في البداية والنهاية
تحياتنا لكل السادة المشاهدين المواطنين المستهلكين المصريين المحترمين. شوف أنا مقدر خالص أنه ده كان يوم حافل وأنه كان لازم نخلص اليوم بتاع النهاردة نروح ننام، أنا عارف، فأنا بتقل عليك. لا 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 أبدا. النهاردة المؤتمر اللي عمله جهاز حماية المستهلك نتج عنه مجموعة من القرارات، إيه هي؟ أنا بس اسمح لي أنه هو المؤتمر كان بخصوص يعني الإعلان عن بعض القرارات بالفعل تم اتخاذها في جلسة طارئة لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يوم الأربعاء السابق الماضي، يعني زي ما حضرتك تفضلت قبل الهوى. بالفعل كان الحقيقة الوضع يعني غاية في الصعوبة، خلينا نتكلم بوضوح ونحاول كده بهدوء بدون انفعالات وبدون تحيزات نقول الوضع صعب للغاية. فكان لابد طبعا للجهاز كجهاز من أجهزة الدولة، وكان في توجيهات واضحة تماما من القيادة السياسية انه في يعني كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تتدخل بكل ما تملك من آليات وأدوات في تخفيف العبء عن المواطن. طبعا في الآخر المواطن هو المستهلك والمستهلك هو المواطن. فالنهاردة في إطار الأزمة الحقيقة يعني الرسالة عن المستهلك المصري بشكل محدد يعني. فكان في مجموعة من القرارات لابد من مراجعتها، وكان في مجموعة من التدخلات الحقيقة العنيفة لأثار الأزمة الأوكرانية. الأزمة طالت أبعد بكتير جدا من اللي احنا كنا ممكن نتصوره يعني. خلينا ويمكن الحقيقة أنا هراهن على أنه جهاز حماية المستهلك أصبح ليه رصيد في الشارع المصري بشكل أو بآخر، والمستهلك المصري بيثق في هذه المؤسسة من مؤسسات الدولة أنها فعلا تعمل أولا وأخيرا لصالح هذا المواطن وهذا المستهلك. لابد أن احنا نشير، يمكن الحقيقة كل الناس اتكلمت في تأثيرات الأزمة العالمية الموجودة حاليا على الاقتصاد العالمي، لكن يمكن الناس تحب تسمع ده من مؤسسة معنية بالاستهلاك بشكل خاص. أيوه. فيهمني أن أنا أقول أنه هذه الأزمة طاحنة قاسية قاسية قسوة شديدة. هنقول إيه يعني أكثر الدول استقرارا اقتصاديا، بنتكلم على دول العالم ورسخة في الاقتصاد بتاعها، النهاردة وصلت المسألة انها بقت تسمح للمواطن بانه ياخد كيس عيش ازازة زيت واحدة. صحيح 100% صحيح. فاحنا الحمد لله لحد هذه اللحظة لم نتعرض لمثل هذا الاجراء من الدولة، بالعكس تدخلات الدولة كانت واضحة جدا فيما يخص احتياجات المواطن من السلع الأساسية والاستراتيجية. كل الشهرين اللي فاتوا الحقيقة موجهين في اتجاه واحد، الحفاظ على استقرار السوق، الحفاظ على استقرار السوق. وكلمة استقرار السوق الحقيقة كلمة فيها أبعاد كتيرة جدا جدا، وأولهم الإتاحة. قد نكون محظوظين، قد نكون بفضل ربنا وإنعامه علينا إن إحنا كان في رؤية، كان في وعي، كان في تقدير جيد، مش هقول للظرف ده لأنه لم يكن على بال أي أحد طبعا إنه هو هنتعرض لأزمة زي أزمة الأوكرانية. وبعض الناس بتتصور إن الأزمة الأوكرانية إيه اللي أنت كنت بتاخده من أوكرانيا أو من روسيا. احنا بنتكلم ان امريكا اوسع من كده، امريكا نسبه التضخم فيها وصلت 8%. امريكا اللي بقى لها 40 سنه محافظه على نسبه التضخم لا تتجاوز 1%، النهارده وصلت ل 8. اوروبا بالكامل نسبه التضخم فيها تجاوز 8%، 9 واقتربت من 10. انا يمكن انا بتكلم بالنيابه عن المستهلك كمستهلك وكممثل للمستهلك. النهارده الازمه الاقتصاديه العالميه ازمه غايه 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 في الخطوره، بتهدد يعني الحقيقة تلت سكان العالم بالمجاعة عشان نكون واضحين يعني، وده وفقا لما جاء على لسان الأمم المتحدة ورئيسها. فالنهاردة احنا كنا نحافظ على ان احنا نقدر نحافظ على مجرد المرور والعبور
من هذه الأزمة بأقل خسائر، ده في حد ذاته يعني هيسجل في التاريخ أن مصر تجاوزت أزمة 2022 بسلام، لمجرد أن احنا نخرج بأقل خسائر لا نبحث عن مكاسب. وهذه الرسالة موجهة للجميع، ويمكن موجهة في الأساس لكل من يعمل في مجال الأعمال. النهاردة الحفاظ على تواجدك على الساحة وعبورك هذه الأزمة ده منتهى النجاح. صح. فكنا كمان بنستهدف نسب نمو، فالحقيقة ده يعني يقترب من الحلم. فالنهاردة أساس الاقتصاد كله في النهاية هو المستهلك، ليست هناك أعمال ولا صناعة ولا تجارة إلا مرتبطة بأن في النهاية في مستهلك طبعاً عنده قدرة على أنه يمول عملية الإنتاج بعيدا عن الموارد الأخرى للدولة. حتى الموارد الأخرى للدولة السيادية زي من قناة السويس في النهاية بتحمل بضاعة، البضاعة دي راح المستهلكين. مظبوط. فاللي عايز أقوله أن مسألة الحفاظ على المستهلك وحقوقه هي حفاظ على الاقتصاد وحفاظ على استقرار الاقتصاد، ما هياش رسالة عاطفية بيوجهها الدولة أو بيوجهها فخامة الرئيس للحفاظ على المواطن وحقوقه لمجرد تعاطف مع المواطن. لأ، النهاردة احنا رهنا الكامل على استقرار الدولة مرتبط بقدرة المستهلك على الصمود والعبور مع يعني مع الظروف الصعبة دي والدقيقة لبر الأمان، واللي إن شاء الله اللي إن شاء الله هيحصل. دليل تفاؤلي مرتبط، يمكن انت ابتسمت ابتسمت على انه بقولك ان شاء الله هنعبر. انا على يقين من العبور، ليس من قناعات سماوية، لا، احنا مرينا بتجربة اكثر، يعني مش هقول اكثر قسوة، الحقيقة هي اللي احنا فيه دلوقتي هي الاكثر قسوة، لكن كان لينا تجربة في ادارة ازمة في كورونا ولم تكن يعني بالسهلة خالص ولا اليسيرة. والحقيقة مش هزايد على ما قيل واللي الناس كلها شافته، ان مصر كانت من الدول القليله اللي تجاوزت ازمه كورونا يعني باداره جيده جدا. فبالتالي اصبحنا بشكل او باخر مدربين تدريب جيد على مواجهه الازمات الغير متوقعه. الازمات يعني انواع مش نوع واحد، يعني دايما الازمات بتتقسم أو المخاطر بتتقسم لأربع أنواع اللي هي يعني تأثيرها كبير واحتماليتها قليلة، ومش عايز نتكلم في التفاصيل ده وتقل المسألة. فاحنا بنتكلم على أزمة من أعلى درجات المخاطر اللي هي التأثير كبير والضرر كبير والاحتمالية كبيرة، يعني دايما بيقولك probability impact أو احتمالية وتأثير. فاحنا بنتكلم احتمالية 100%، كل حلقات التداول ارتبكت في العالم ارتبكت بالكامل، حلقات التداول بمعنى تاجر صانع نقل لوجستيات كذا، كل الأسعار تضاعفت بدرجة غير مسبوقة، وطبعا أهمهم قطاع النفط والغذاء وكذا، أن احنا عندنا أسعار هستيرية بتحصل في قطاع الغذاء وفي قطاع البترول، أسعار لم يشهدها العالم في تاريخه، مفيش جيل من الأجيال الموجودة دلوقتي شافت أزمة شبه كده، ما فيش أزمة كده. أنا مش عايز أسود الدنيا، بالعكس أنا بدأت بالنبي بقولك أنا متفائل بل على يقين إن إحنا هنعبر بإذن الله الأزمة، وده مش من منطلق غير إن أصبح في كوادر بتدير أزمة بشكل جيد في مصر، لكن لابد إن إحنا نكون عندنا تقدير إنه هيكون الوضع الحالي الأقل خسارة هو الرابح، الرابح ولا يخرج بأقل الأضرار أقل خسائر ممكن. هل بنتكلم عن حد حتى المستهلك الخروج بأقل الأضرار هو مكسب. الدولة كانت محددة استراتيجيتها من البداية، أهم حاجة فيها أن الدولة تتحمل العبء الأكبر، والحقيقة الدولة ضخت في خلال شهور قليلة، في أقل من 3 شهور، مبلغ خرافي أكثر من 130 مليار جنيه. هتقول جات منين؟ نرجع تاني أنه كان فيه قيادة واعية وكان في تخطيط واعي، انك انت قدرت رغم أزمة كورونا توفر في موازنة السنة اللي فاتت حوالي 180 مليار، وكأنك عارف، الله أعلم قد يكون صانع قرار يعلم ويرى ما لا نرى، بدليل ان النهاردة كان عنده احتياطي يقدر يصرف بيه. هل فقط ده هو الآلية؟ لا، هنا بنرجع لكل الأجهزة
وازاي تساعد وازاي تشتغل كل في اختصاصه على تقليل الضرر قدر المستطاع. ولما نقول تقليل الضرر يبقى في ضرر ولابد ان احنا نتعامل، لان انا عليا مسؤوليه توعويه اللي مش هنضحك على الناس. السنه دي قاسيه الى انتهاء الازمه اللي لا يعلم احد متى ستنتهي، هي قاسيه وعلينا ان احنا نتعامل وفق ما يسمى فقه الاولويات. حلو، فقه الاولويات. الان علينا جميعا ان نراجع ما نحتاج مقابل ما نريد، ويمكن أيوة. ما نحتاج مقابل ما نريد، والتوقيت حاليا هو ان نلبي ما نحتاج. ما نحتاج، ولو عندنا فائض مما نحتاج لا نضعه فيما نريد. ارجوك اتقل عليه شويه، ما تصدقش لو سمحت ارجع كده وحطه وخليه. لو عايز تعيد استثماره عيد استثماره، تبقى شاطر جدا لو قعدت استثماره بشكل شرعي انك انت تساعد. وفي الاخر اتمنى ان كل واحد فعلا يقدر يمارس يعني او يقدر ينمي استثماراته بما يعني يعني يعود بالمنفعه على الدوله بشكل عام. صحيح. لكن دي كانت المقدمه العامه اللي على لسان جهاز حمايه المستهلك المتفائل المتفائل دائما ان احنا ان شاء الله هنعبر الازمه، لكن ما دامت التوقيتات غير منظوره علينا ان احنا ناخد بالاسباب ونرجع تاني ما نحتاج وليس ما نريد. حلو. بعد هذه المقدمة أنا أستأذن، وهي مقدمة مهمة قوي فعلا، وأتمنى أنها يعني تلقى فهم كامل من إخواننا المواطنين المشاهدين السعداء. هنروح للفاصل وهنرجع بعد الفاصل نتكلم على المضامين بتاعة القرارات وأهميتها واحدة واحدة. خليكم معانا، نعود تانية مرة تانية بعد الفاصل مع المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية. استنونا. تصدق وتؤمن بالله يا شيخ، قول لا إله إلا الله محمد. بص لسه كنت بقول للمهندس أيمن على بعض الأمور اللي كنت بتكلم فيها مع ولادي، قال لي إيه ده، هو احنا متفقين مع بعض ولا إيه؟ صح، مش كنا بنقول كده؟ أنا اتفاجئت الحقيقة إنه، بس طبعا ده خارج يعني معرفش، بس والله لا الترشيح. خلينا نذكر الموضوع ده، قد يعني يدي مؤشر للناس لابد ان احنا نتعامل زي حضرتك قلت لي. انت جبت اولادك ورجعتهم وقلت لهم هنقلل الانفاق بما لا يقل عن 20%، لا يقل، وكل واحد يراجع حساباته وكذا. يمكن انا ضحكت ان قلت لك احنا كنا متفقين. طبعا حاليا ولادي سامعيني، ايوه، فنفس الاجتماع، بس انا كنت اكثر قسوه منك، انا قلت 30% يعني، which is انا حسبتها كده حسبه، انا هرفع 10% يبقوا كده 30. والحقيقه وصلنا لمجموعه من القرارات، زي قرارات جهاز حمايه المستهلك، في قرارات جهاز منزلنا العامر، وصلنا لمجموعه القرارات يعني ان لابد ازاي نرشد الانفاق. طبعا والمساله دي مش الحقيقه مش رفاهيه، انا خلاص انا دخلي انخفض بمتوسط 30%، دي الحقيقه. فاذا ما كناش هنتعايش بكده مش عارف كم، يعني احنا اذا كنا بنقبض 10 جنيه بنصرف 10 جنيه، دلوقتي ال 10 جنيه بقى قيمتهم 7 جنيه، لازم نصرف 7 جنيه. لو كنت بعمل بوفر جنيه لازم افضل بوفر جنيه، يعني المساله لابد من مراجعه، لابد من مراجعه، ده اللي الدوله بتعمله دلوقتي. ما هي في الاخر الدوله دي هي اسره كبيره على فكره يعني، فلازم كلنا نراجع، ما فيهاش اي خجل انك انت تقعد زي ما حضرتك عملت كده، انك تجيب ولادك وتقعد وتبتدي نمسك النفقات. واحنا اصبحنا شعب مستهلك جدا، والحقيقه خلاص عشنا فتره استهلاك زي ما حضرتك كده تفضلت وقلت شويه امثله، مش عارف نشتري ايه ونعمل ايه نشتري ايه ما نشتريش ايه في حاجات في البيت. اعاده الحسابات، اعاده الحسابات، لابد ان احنا كلنا نعيد حساباتنا فيما نحتاج، فيما نحتاج. نرجع بقى لجهاز حمايه المستهلك والمجلس الاداره اللي كان موجود. ايوه، في الحقيقه كان مجموعه من الظواهر كالعاده جهاز حمايه المستهلك بيبتدي يرصد الظواهر ويتعامل معها. اهم الظواهر اللي كانت موجوده على الساحه في الفتره اللي فاتت كانت تخص قطاعات السلع المعمرة
والاجهزه السلع المعمره اللي هي الاجهزه المنزليه والسيارات. ويمكن السيارات بتاخد صدى اكبر، بس الحقيقه حجمها في عمل الجهاز لا يتجاوز 5.6%. يعني في مقابل مثلا لو اتكلمنا عن السلع المعمره تمثل 32% من اعمال الجهاز. طبعا في النهايه انت ممكن تستغنى عن عربيه على فكره يعني، لكن الاجهزه المنزليه في كل بيت. وبعدين لو بصيت السوق في الشارع في 5 مليون عربيه، في حاجه بتاع 100 مليون جهاز في البيوت. يعني على مختلف الكذا. فالنهارده طبعا تحتل عندي النسبه الاكبر، فكان لينا قرارات مهمه جدا ويمكن ذكرناها قبل كده فيما يخص ضمان ترجمه مفهوم السلع المعمره انها تصبح سلع معمره. وعشان نبسط كده بسرعه يعني ايه سلعه معمره، انا النهارده لما بشتري غساله لا اتوقع او ثلاجه او بوتاجاز لا اتوقع ان هي تخلص من الضمان ارميها. في بعض المجتمعات يمكن تسمح بكده لكن مش مجتمعنا، مجتمعنا بيتعامل مع السلع المعمرة على ان هي عايشة معاه 15 20 سنة وما فيش حتى يعني ما بيبقاش تغيير السلع المعمرة كده جزء من نمط الحياة يعني. يعني انت ممكن تغير عربيتك كل 5 سنين وارد، مع ذلك في نفس الوقت ما بتغيرش بوتاجاز كل 5 سنين صح، او التلاجة كل 5 سنين. ففي النهاردة كان لابد من اتخاذ قرارات مهمة جدا فيما يخص ضمان ان السلع المعمره تكون فعلا معمره. طب ايه مفهوم السلع المعمره؟ العمر الافتراضي بتاعها بقى. العمر الافتراضي بتاعها، فكان لابد من تطبيق العمر الافتراضي بمنتهى الجديه لان ده هيظهر تاثيره على حاجات كتير واهمها جوده المنتج المصري. الجوده، ويمكن احنا تعرضنا للموضوع ده قبل كده في لقاءات سابقه وقلنا لو بصيت على الغساله اللي عندك في البيت على الحله اللي جواها بدءا من ستينلس او يعني سبيكه الستينلس عاليه الجوده اللي تعيش معاك 50 سنه لصاج مدهون نيكل كروم بعد سنه ولا سنتين هيصدي ويقطع لك الهدوم. ايه الفرق بينهم اللي يحدد ان ده منتج جيد ولا ده منتج رديء؟ هو عمره. اذا كنت انت عارف انت جايب خامات شكلها ايه جوه هذه المعده او جوه الغساله دي هتقدر تقول تعيش 10 سنين تعيش 15. والحقيقه ان احنا لما ابتدينا تطبيق القرار فوجئنا بان انا فوجئت بان عندنا منتجين غايه في القوه. غايه في القوه. لم اكن اتصور انه يجيني، وانا طبعا مش في حل ان انا اذكر اسماء، يجيني منتجين جايبين ضمان عمر افتراضي يصل ل 15 سنه. مبني على ادله وبراهين، ما ينفعش يطخ في الهواء. مش بيقول اي كلام وخلاص. خلي بال حضرتك هيضطر يستبدل الجهاز بعد كده. يعني هو لو خبط رقم كده ومنفذش هيغير الجهاز بالكامل. طب وجابوا لي ما يؤكد على جوده منتجاته من تفاصيل وخامات وتصديرهم للخارج وعلامات الجوده اللي واخدينها وهو قال لك احنا قادرين على ان احنا نحط عمر افتراضي كذا. في ناس انسحبت خالص. طبعا قال لك هنبطل الشغلانه دي خالص. مش عارف، مش هنقدر نقول اسماء بس انا متوقع اسم منهم. تمام. قال لك لا ما كذا. النتيجه ان تطبيق القرار وصل بنسبه التزام في ما يعني نزل للاسواق بعد تاريخ المهله كنا حاطينها بنسبه 100%. 100% من منتجي مصر ومستوردي مصر النهارده سلعهم الجديده عليها العمر الافتراضي. حلو. تبقى عندنا مشكله صغيره جدا. السلع اللي موجوده في السوق اللي قبل القرار نتعامل معها ازاي؟ الناس قلنا وتفهمنا انه الآلية قد تكون صعبة شوية، ان هو في بعض السلع هتلاقيها في الصعيد، في بعض السلع هتلاقيها في الوادي، في كذا، فانه ينزل ويعالج السلع دي طلبوا مهلة إضافية لحد 30/6 وأنا وافقت عليها، أو مجلس الإدارة عفوا وافق على مد المهلة علشان الحقيقة كان في جدية في تطبيق القرار. في عندنا قرار تاني يمكن انا هاجي يعني يهم الناس قوي في النهايه. ده الحقيقه تاثير هذا القرار، قرار العمر الافتراضي، الناس هتدرك معناه كمان سنتين ثلاثه وهتشوف يعني ايه منتج جيد ينزل مصر يعني يقدر ينافس ويناطح المنتجات اللي كنا بنشوفها بتيجي من المانيا عفوا من اوروبا ومن الدول القويه اللي انت كنت بتجيب من المنتج يعيش معاك خلاص انتهى. وده من شأنه انه فعلا يشجع الصناعة المصرية،
ان انا خلاص انا بقيت عارف ان انا عندي منتج مصري محطوط عليه عمره الافتراضي وضمانه جد مش هزار، فانا ابقى مقبل اكتر على شراء، بدل ما كنت بقول زي زمان ما انا اجيب اللي مش عارف ايه دي احسن اصلها هتعيش عشان الفرضيه. عشان الفرضيه. لكن دلوقتي ما بقتش في فرضيه، بالعكس اللي انت ممكن تتصور ان هي عظيمه جدا جدا هتلاقي العمر الافتراضي 7 سنين ومنتج اخر هتلاقي 10 سنين. اصبح النهارده انت كمستهلك عندك معيار تقيس عليه، اخد دي ولا دي حتى لو كانت اغلى. هتقول النهارده، وعلى فكره المستهلك البسيط هو اللي بيبحث عن الاعلى جوده طبعا عشان خايف على القرشين اللي تعب فيهم وهلك، اللي الناس بتقول لك انت كده هترفع اسعار. خلي بالك المستهلك البسيط هو اللي عايز السلع اللي تعيش مع العمر كله. قد يكون المستهلك الاكثر يعني يسرا عنده ما بتفرقش سهولا بتاع باظ ارميه وهات غيره مش كتير يعني اوديها على الساحل واوديها على السخن. لكن الراجل البسيط الكادح ده عايز يجيب الغساله تقعد معاه العمر كله، صح. عايز يجيب التلاجة. فالقرار ده كان مهم، وبرضو تفهما ان الناس كانت جاده كمنتجين ومستوردين في تطبيق القرار، ادينا لهم مهله لحد نهايه 6 ان هم يعالجوا اللي موجود في السوق، عشان لما ننزل بالقوى الرقابيه ما فيش حاجه اسمها هدور ده بعد القرار ده قبل القرار. اللي هلاقي العمر الافتراضي عليه يبقى اذا متوافق، اللي ما عليهوش يبقى اذا مخالف. حلو. والمخالفات ليست بالسهله. نيجي في برضو قرار كان يخص التبغ. اعلم ان موضوع التبغ من المواضيع الغير محببه للناس، لكن طبعا. في النهايه هي سلعه وتباع وتشترى وليها مستهلكين ولابد من الحفاظ على حقوقهم. التبغ ليه كده دورات في السنه، لما بيتغير اسعاره بيبتدي يختفي واسعاره تتباع باسعار غير مهم. كنا خدنا قرار مهم في جهاز حمايه المستهلك بطباعه السعر على كل عبوات التبغ والمعسل. لكن عشان يبقى في حريه في التحرك فيها، خصوصا ان في مواد بتبقى امداداتها بتيجي بالست شهور خاماتها واوا، فقلنا هنطبع السعر الالكتروني بالكيو ار. فبالتالي حضرتك بالتليفون الذكي، وفي في مصر ما يتجاوز يعني 80% من الناس بتستخدم التليفون الذكي دلوقتي، يقدر يحط التليفون على الكيو ار يعرف السعر بتاع العلبه في لحظتها. حتى حلو. لو اتغير السعر في لحظتها يتغير في لحظتها، هتشوفه في نفس الثانيه وانت تستخدم. وده كان احد الحلول اللي تشرفنا، يعني تشرفنا كجهاز حمايه المستهلك بان احنا اللي طرحنا هذا الحل، ولاقى قبول كبير جدا رغم ان القرار ده كان بيقاوم على مدار سنين سابقه. بيقاوم من مين بقى؟ طبعا من المنتجين التبغ طبعا، لان الحقيقه هي تمثل عليهم خساره فادحه. تصور حضرتك ان انت النهارده مثلا عندك في المخازن رصيد استراتيجي 6 شهور وجيت غير السعر وبتقول لي بيع بالسعر القديم، كارثه. وفي نفس الوقت على الدوله اللي بتفق الضرايب، وخلي بالك تاني مصدر للضرايب في مصر هي التبغ طبعا. عشان تبقى الصوره واضحه، التبغ هو اللي بيصرف على التامين الصحي. يعني حجم متحصلاته الضريبيه، متحصلات التبغ بتصرف على مشروع التامين الصحي الطموح اللي احنا بنحلم ان احنا ان شاء الله يعني نشوفه بيتطبق بشكل جيد. النهارده اللي بيصرف عليه هو التبغ. فالحقيقه لقينا ان الناس التزمت بنسبه تتجاوز 80%. حلو. وروني المنتجات، وقالوا لي برضو بسبب الازمه جابوا لي دلائل على انه الخامات التغليف وخامات التعبئه والحاجات اللي هي مطبوعه واقفه في المواني بره، مش قادرين يجيبوها نتيجه حركه اللوجستيه. فطلبوا مد المهله 3 شهور، برضو وافقنا. ليه؟ لان كان الاجتماع في اطار دراسه واحتواء تاثيرات الازمه او الحرب الاوكرانيه على الاقتصاد المحلي. فكنا عندنا من المرونه ان احنا ندي لهم مهله اضافيه. طيب نيجي بقى للسيارات، لما هنيجي على السيارات فاصل. نروح لفاصلنا الاخير، فاصل اخير ما هي اعلانات عشان المستهلكين برضه. نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام. العمر الافتراضي ده هيعمل فرق والله العظيم، شيء رائع. فخليني وانا يعني ارفع القبعه تحيه لجهاز حمايه المستهلك ومجلس ادارته ورئيسه بالفعل ضيفنا العظيم مهندس ايمن حسام الدين. نروح بقى على
زي ما حضرتك قلت كانوا 5 وكم في المية الشكاوى بتاعت العربيات؟ 5.6 من 10. 5.6 من 10 دايما عاملين دوشة كبيرة جدا العربيات. بص يا سيدي، العربيات من القطاعات اللي تأثرت بالأزمات المتتالية، وخلينا بسرعة كده نجمل المسألة أو نختصرها كده في كلمات بسيطة. احنا ظهر عندنا أزمة اسمها الأوفر برايس والحجز والوال وال وال الكلام ده كله سببه إيه؟ سببه إن مفيش عربيات ناقصة. أصبح النهاردة كل عربية فيه 2 عايزينها، فبقت فيه مزايدة في النص. صح، خلاص. يبقى الأصل في الأزمة، الأصل في الحالة أو الظاهرة اللي موجودة دلوقتي نقص المعروض. طيب نقص المعروض سببه إيه؟ بسرعة كده، كورونا، مصانع توقفت، مصانع أشباه الموصلات توقفت، والإنتاج توقف في العالم، فحصل نقص في الإمداد، وبالتالي الحصة اللي أنت كنت بتاخدها قلت، الطلب زي ما هو، فبدأت تحصل الفجوة اللي أدت لظاهرة الأوفر برايس. ظاهرة غير مقبولة طبعا. غير مقبولة ليه؟ لأن الحقيقة بقت متروكة لتجارة غير منضبطة، عشوائية، لدرجة إن إحنا ظهر عندنا نمط جديد من التجار اسمهم أشباه التجار. أشباه التجار دي يعني ناس كده عادية زينا، ياخد 400-500 ألف جنيه، يحط هنا 50 في شركة كذا و50 في شركة كذا و50 في شركة كذا. أول عربية تيجي يستلمها يبيعها ويروح دافع، إيه ده؟ ولا يدفع ضرائب ولا، وفي نفس الوقت عامل أزمة في السوق وعامل ظاهرة، وده بيمثل يعني نسبة لا يستهان بها، شيء اللي هو أشباه التجار. موضوع ما بقاش بس عند التاجر اللي احنا بنتكلم النهاردة ان هو يعني بيستفيد من الوضع بشكل غير شرعي، لا، هي الحلقات كلها بتاع تداول السيارات الحقيقة تحولت انها بقى فيها عشوائيات. كان لابد من تدخل بقرار منظم. القرار المنظم ده خرج من جهاز حماية المستهلك بانه لا يجوز بيع السيارات الا بالسعر المعلن من الوكيل. حلو. فازاي بقى يعني انتوا شاطرين وهتطلعوا قرارات، احنا هنتحايل على القرار المخرج، احنا شاطرين. فابتدوا يعملوا حاجه اسمها يقول لك ان انا هحط كماليات على العربيه وبيعها قانوني. وبدا يضرب لك امثله بقى بحاجات عالميه وبتاع، ما في كذا تعديل السياره وبتاع، اللي هو يحط طقم ده وسد تعديل عربيه. يعني واخد بالك؟ ويحط الاوفر برايس. انا الراجل الزبون مرضي، يا سيدي انت زعلان ليه؟ هو هيشتري الفواحه دي ب100 ألف جنيه، هو راضي، هو راضي. لا، طب هنا ابتدينا نتدخل، وده كان قرار مهم جدا اتخذناه. القرار ده بيقول ايه؟ انه رقم واحد نبتدي برضو ان الكماليات دي وارد انها تعمل كارثه في العربيه. طبعا، تمام، ان واحد بقى يركب حاجه في الضفيره تعمل حريقه، تعمل يعني طلع العربيه بره الضمان اصلا. ايوه. فكان الجزء الاول من القرار انه لا يجوز بانه يتم تركيب اي كماليات تؤثر على امن وسلامه السياره او سريان الضمان. حلو، ده كان الجزء الاولاني. طيب هيبيع الكماليات دي بكام؟ بدانا نبص، والحقيقه دي ما كانتش لسه ظهرت، كانت لسه بتقول يا هادي، يعني ورقه صغيره خضراء كده بداوا ايه يزرعوها في الغيط بتاع الفساد. فقال لك ايه؟ حط 20% بقى، 25%، مسألة عرض وطلب. فالجزء الثاني من القرار اللي هو سبب لنا أزمة مع الجماعة الشاطرين، إنه أيا كان الإضافات اللي أنت هتعملها للعربية لا تتجاوز 5% من إجمالي سعر بيع العربية. يا عيني عليهم، ده خدوا ضربة في مقتل دول. تنظيم. تنظيم، وتنظيم مؤقت، لأن دي في الآخر ظاهرة هتختفي في طبعا يوم من الأيام لما يرجع تاني. لكن هل نتركها كده؟ لا، على ولا نتدخل؟ طبعا الناس زعلانين مننا، لكن هي للاسف مش، لا يعمم الكلام ده على كل تجار مصر ولا يعمم على كل وكلاء مصر. انت النهارده بتكافح ظاهره بتظهر في وسط جزء من المنظومه. بالعكس، اغلب التجار من الشرفاء واغلب الوكلاء من الشرفاء وممثلينهم سواء شعب تجاريه وكذا من الشرفاء، لكن في قله كده بتروح خارجه، ودول اللي بيبتدي القانون يتعامل معاهم. لكن زعلوا، وده اعلناه، وانه لن يسمح بانها تتجاوز 5% باي حال من الاحوال. حاجه الاهم، ان الشركات تعثرت في تسليم السيارات، وبداوا يدفعوا بالظرف القهري.
ظرف القهري ان هو في استحاله في تنفيذ التعاقد لان سلاسل الامداد توقفت. اه سلاسل الامداد توقفت. فالنهارده بدا صناع السيارات ومستوردي السيارات يدفع بهذا الظرف. وهو الحقيقه فورس ماجور او هي فعلا ظرف قهري. طيب الراجل اللي حجز عربيه وضعه ايه؟ هنعمل ايه؟ او اللي حجز ثلاجه وضعه ايه؟ تمام. فابتدينا نحط خط فاصل كان يوم 12/4 ده كان تاريخ صدور قرار خاص بتسليم السلع والسيارات او السلع بشكل عام سواء سيارات او سلع معمره. فاخذنا هذا التاريخ كخط وقلنا اي حد سدد كامل قيمه السلعه سياره او غير سياره سدد كامل القيمه قبل تاريخ 12/4 يستلمها بنفس السعر اللي تم الحجز بيه لانه ما كانش اثار الازمه كانت ظهرت بالشكل الواضح بعد دفع كامل القيمة أو جزء منها كامل القيمة كامل القيمة كامل القيمة يستلم السلعة أو السيارة عشان تبقى الدنيا واضحة بنفس السعر اللي اتفق عليه حلو وقت ما التعاقد جميل ودي بتبقى مثبتة في إيصال الحجز وإذا ما كانتش مثبتة في إيصال الحجز هنرجع للسعر المعلن من الوكيل وقتها جميل جدا أي حد ما سددش كامل القيمة اللي قالوا له معلش تعالى خد فلوسك وإحنا آسفين طب ده يعمل إيه؟ هنجري بقى في قضايا وكذا في الاخر اللي يدفع بالظرف القهري امام القاضي ويقول ان انا تعثرت قلنا لا يا فندم الراجل ده يستلم فلوسه مضافا اليها اعلى فايده بنكيه في السوق المصرفي الان 18% حلو جدا يبقى اذا لو حضرتك وعايز اقول لك لو عملت دفعات اجمالي الدفعات تاخد عليها 18% احتسابا من اول دفعه فالنهارده ليه؟ انا مش هاخد الفلوس من الناس مع كامل احترامي سواء انا وكيل او تاجر او كذا اروح احطها في البنك ولا اتاجر بيها وارجع اقول له خد فلوسك صح ما ينفعش يبقى على الاقل ان الراجل ده وفرت له فلوسه في اعلى وعاء ادخاري موجود في مصر النهارده حتى رغم ان هو ايام حجزه كان 8% او 9% لا انا هدي لك 18% ويسترد وادينا 3 اسابيع فتره لتنفيذ هذا القرار دي عارف اللي يقول لك ضربه فاكر الاغنيه بتاعت ايام جمال عبد الله ضربه كانت من معلم خلت الاستعمار يسأل دي ضربه بتاعت معلم تخلي الجشع يسلم يعني هو كده اللي بيفكر دماغه تزقزق وقفت عليه بخساره حقيقي حقيقي من قلبي كل التحيه وكل الشكر ده بجد يعني ده على القرارات اولا وكل التحيه وكل الشكر على وجودك معنا النهارده وقت جري انا مش عارف ليه كان نفسي نقعد حبتين زياده كمان موضوع حمايه المساك ده موضوع كبير بس باذن الله الجايات كتير نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا حقيقي. تحياتي لحضرتك ولكل فريقك المحترم ولمشاهدينك المحترمين وبرضو اسمح لي ان انا اقول لكل اللي بيشوف برنامجك المحترم لو كنا مقصرين سامحونا هنحاول نحسن من ادائنا وهنحاول دايما نكون افضل لا يا فندم اداه وقدود دايما صدقني كل الشكر مره تانية للمهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك في بلدنا الرجل الذي يحميني ويحمي سيادتك من البعض الجشعين وتاني الحلقه الاولى دايما في حمايه المستهلك هي حضرتك شفت حاجه حصل حاجه ارجوك اتصل على 15 5 8 19 5 88 الذاكره ما بقتش بتسعف وخفضوا انفاقكم 20 25 قول 30% ما فيش اي مشكله خالص خلصت الحلقه لحد كده كنت اتمنى اقول لكم فاصل ونكمل الكلام لكن الامر لا من قبل ومن بعد ده يكون موجود معاكم صديقي العزيز زميلي الرائع كريم رمزي ورقم 10 اما انا فلو كلنا العمر نقابلكم بكره وبرنامجكم التاسعه سلامات